موضوعنا الحين موضوع شيق، موضوع يعني حارق ومحرق. ازاي هو موضوعنا النهاردة؟ موضوع يعني اقسم بذات الله انه موضوع يعني بيحير الناس كتير، يعني حير الكبير والصغير، اللي عمره شهر، اللي عمره شهرين، اللي عمره سنتين، اللي عمره 20 سنة، واللي عمره 70 سنة، واللي عمره 90 سنة. كل الناس كده محتارين. والموضوع ده باختصار ومن غير ما اطول عليكم، متعلق بالانسان. الانسان، ايوه. وعلى فكرة كل انسان، يعني الانسان مش الحيوان. موضوعات راقية، موضوع يعني اقول لك ايه، موضوع حلو وجميل، وموضوع ده من المواضيع المهمة قوي، يعني المهمة اللي جايبة اخرها. وانا طبعا مش هطول عليكم اصلا، واقول لكم ان الموضوع ده يستحق المتابعة. تابعوني واعملوا لايكات، واعملوا لي شير ولايكات وكل الحكايات دي، فاهميني؟ واحكوا لاولادكم، واحكوا عنه لاصدقائكم واصحابكم وكل الناس. يعني ده موضوع رهيب وعجيب. الموضوع ده ان شاء الله هسولف عنه في الفيديو اللي جاي. انتظروني.